السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم مطبخ ام عبد الله. ان شاء الله اليوم ان شاء الله بدنا نقدم المقلوبه ان شاء الله بطريقه حلوه كتير ان شاء الله. في عندي انا هون المكونات، في عندي بانجان انا مقشرته ومقسمته، يعني ما يكون كتير رقيق، يعني هيك يكون شوي سميك يعني مشان يتحمل، واذا بتخلوا هيك شوي كمان هذا هيك الاسود هيك زيح صغير كمان بيكون احلى يعني بالتقديم. وفي عندي انا هون رز، هذا الرز كمان انتو شو قد ما بتحبوا يعني حسب عيلتكم، يعني انا هون حاطة كاستين رز. وهذا اللحمة حاطة انا هون ربع كيلو لحمة، وانتو معكم من الربع كيلو معكم للكيلو، شو قد ما بتحبوا تحطوا حطوا، بتحبوا تحطوا كمان لحمة قطع كمان بيصير. وفي عندي هاي البهارات، انا بحب القرفة معاها، وعندي بهارات السبعة، وعندي فلفل اسود، وعندي هاي بندوراي مشان احطها بارض الطنجرة، والملح طبعا، وهي شوية مكسرات. انتو كمان هي شغلة خياري، ايش بتحبوا تحطوا حطوا. ونبلش ان شاء الله. اول شيء انا بحب املح البنجان، يعني مشان اذا قليتوا الافضل انكم تملحوه شوي تخلوه تنزل ميته، نصفي ميته بعدين نقلي، ما بشرب زيت كتير بالقلي. في عندي هذا الرز انا هون كمان بدي احط له شوية ملح، هيك معلقة ملح، الأفضل وقت تنقعوا حطوا له ملح مشان يحافظ على الحبة. أنقع الرز وإن شاء الله بقلي البانجانات هلا إن شاء الله وبنرجع. هلا هون بدي أنا أقلي اللحمة، والأفضل أنا هون أحط معلقة سمنة، يعني طالما أننا نشتغل بالرز ونحن هنيك استعملنا بس زيت، وأنا لحمتي ما فيها دهن أبدا، فبدي أحط لي معلقة سمنة. يعني بدي أقلي اللحمة، الافضل قلوه على نار قويه عشان ما تطلع لحمتها يعني ميتها تطلع هيك ما تطلع ناشفه. حطي معلقة ملح، هي بهاراتها كمان، بهار الفول وبهارات سبعة، أنا عندي هون الزيت كمان حمي، بدي أقلي البانجانات كمان، والأفضل يكون البانجان كمان غميق. هيك أنا هلا بخلص القلي إن شاء الله وبرجع لكم إن شاء الله. شايفين حبايبي هي بعد ما قليته؟ يا ريت كمان انتم ما تقلوه كتير كتير، يعني ما تخلوا لونه غامق، يعني هيك ها يعني يكون اشقر شوي. وشوفوا وقت بنحط له نحن هيك شويه ملح وبنحطه بالمصفايه بنزل كل ميته، يعني هيك احسن، ما بيشرب كتير زيت. ونبلش هيك نطبق بقى بالطنجره. انا في عندي هاي الطريقه، انا بحط بارض الطنجره هيك بصف بندوراي مشان وقت نقلبها مشان اللحمه ما تضل ملزقه بالطنجره، انا بحط هيك بندوره. أنا بعد ما بحط البندوراية بحط اللحمة. بحطها هيك بالطنجرة كلها من تحت. يعني احنا بدنا نقلب بالعكس، ترجع بدنا تصير اللحمة من فوق. هي هيك جاهزة. وبنصير بنحط الباذنجان. نصفه هيك هيك، نصفهم وحدة جنب وحدة هيك. شايفين حبايبي هاي بعد ما صفينا هيك، واللي زاد كمان حطيته انا بارض الطنجرة. وهلا بدنا نحط الرز هيك، ورح اغلي المي ان شاء الله وبنرجع نكتفه هذا ان شاء الله. شايفين حبايب انا هون عيرت المي اللي بدي اكتفه فوق الرز، بده كل كاسة رز بده كاسة مي، وانتو كمان حسب رزكم انتو. انا حطيت هون كاستين مي، هلا بحط ملحه هيك. هون لازم ندوق الملح تمام، وحط بهاراتها كمان
هاي بهارات السبعة، وأنا بحب أحط رشة قرفة. شوفوا بتطلع الريحة كتير حلوة. وهي فلفل أسود. شو شلون صارت تغلي؟ أصلا بنقل هاد لهون. وهون أنا دقت الملح، ضبط ملحة وبكته فوق الرز هيك. هذا هو. يعني لازم الرز يعني يكون غمره. هلا انا هدول بنزلهم هيك كمان. وهي هي. هلا بس يغلي غلوه هيك منيحه، بوطي على الغاز وبغطيه ونحطه على اوطى شيء يعني على الواحد، ومستنى حتى يستوي ونشوف قديش اكل معنا وقت ان شاء الله. شايفين حبايبي هاي بعد ما استوى؟ شايفين شلون مفلفل؟ هلا ان شاء الله بدنا نقلبها. لازم نلبس الكفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين شلون؟ يعني هون بضل بس البندورة وهي اللحمة. إذا بدكم هاي البندورة كمان بتخلوها بتحبوا تشيلوها هيك. يعني هي ما يضرها، بس بتحبوا تشيلوها شيلوها. هلا شيلهم أنا كلهم ونقدمه بصحن تقديم إن شاء الله. هذا طبقنا على النهائي، وأحلى شيء هيك كمان المكسرات على وجهه. يلا هيك تمام. هذا هو طبقنا، واطيب شيء معه الخيار ولبن ومعه سنتوم وشويه نعناع يابس كمان، وهذا اطيب شيء ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم وتنفذوا، واذا عجبكم بتحطوا لنا لايك وبتعملوا لنا شير وبتعملوا لنا اشتراك في القناه، وان شاء الله يعجبكم وتنفذوا وطالعوا احلى واحلى. والسلام عليكم.